السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في قناة صحة رأسمالي لتعنى بالأمراض المناعية، وإن شاء الله نتكلمكم على عشبة ممتازة جيدة جدا وهي الخولنجان. الخولنجان من الأعشاب المفيدة والرائعة، فوائد جمة وممتازة للصحة، وعندها خصائص نافعة ما لا يمكن أن تصوروها. فيها أكثر من 35 حتى 40 مرض وعاها يعانيها يعالجها هذا العشبة من عائلة الزنجبيل، ولكنه أحسن من الزنجبيل. نتمنى كل واحد يكون عنده الخولنجان في بيته. وكي يجيكم إن شاء الله التفسير والشرح والفوائد إن شاء الله عليكم بالرابط، الرابط من فوق، اضغطوا على هذاك الرابط وتروحوا مباشرة للفيديو في 16 دقيقة الفيديو إن شاء الله، ويأتيكم كذلك في صندوق الوصف تحت في الأسفل مكتوب اضغط على الرابط رابط الفيديو وتستفيدوا. كان هناك خير عظيم وكبير جدا لهذا الخولنجان اللي يفيدكم وما تندموش عليه إن شاء الله. شكرا لكم للإصغاء والمتابعة، شكرا لكل من اشترك وتابعني واهتم بهذه القناة. نقول لكم ربي يجعل الشفاء إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.